لكم طقم أسرة متكامل من 9 قطع من الماركة الإماراتية الشهيرة دوفيل اللي تأسست عام 1996، والمعروفة دائما أنه هي حريصة على المواد المستخدمة لأطقم الأسرة. مو بس هيك، هي أيضا عندها قوانين صارمة لمتابعة الجودة. المنتج اللي عم نقدمه اليوم مؤلف من 9 قطع، مثل ما لكم شايفين قدامي هي القطعة الأولى وهو الحاف أو الغطاء. أيضا رح تحصلوا على هون مثل ما شايفين ووجين للمخدات من المقاس الكبير، أيضا وجين للمخدات من المقاس الصغير شوي. أيضا رح تحصلوا على الإكسسوار الخاص بالتخت وهو إكسسوار خاص بقاعدة التخت. أيضا رح تحصلوا هون مثل ما شايفين على شرشف باللون الأوف وايت، ورح تحصلوا اخيرا على مخدتين صغار تزينوا فيها التخت. طبعا هالمجموعه كلياتها جايتكم بلونين، باللون الزهري واللون الازرق اللي هن الوان جدا صيفيه. اذا حبيتوا المنتج اللي عم نقدم لكم اياه رقمه هو 634001، جاي ضمن فرصه الاسبوع، سعر تنافسي 450 ريال سعودي بس. طبعا مثل ما معودينكم بالعاده، يعني نحن بنشوف هلا الالوان قد ايه حلوه على الشاشه اللون الازرق، ودائما نحن بنستعين بالاشياء الخاصه بالمنزل وخاصه بالديكور. خبيره او استشاريه الديكور الداخلي سماح سويد، كيفك سماح؟ برحب فيكي اليوم بفقرتنا. تمام الحمد لله. اول شيء اعطيني هيك بشكل عام، شو رايك بالمجموعه اللي مقدمينها اليوم من شركه دوفيل؟ مجموعه كثير حلوه، فينا نقول صيفيه وجديده وغنيه، وبعدين اهم شيء انه فيك تغيري اطلاله الاوضه عندك بفتره كثير قصيره وبكثير اشياء فيها. مزبوط، اذا نحن عم نحكي عن الوان صيفيه، وانا بدي ورجيهم هلا المجموعه الموجوده معنا. نحن طبعا اول قطعه موجوده معنا والمهم انه نحكي عنها هي الغطاء الموجود هون. الغطاء الموجود معنا، انا اول شيء بدي احكي عن السايز المخصص له ليعرفوا تماما السايز هاد كيف رح يجي عندهم بالتخت اللي عندهم بالغرفه. السايز تبعه هو مثل ما احنا شايفين 256 سنتيمتر ب 218 سنتيمتر، يعني مناسب جدا للكينج سايز. مزبوط. انا بدي اياكي تحكي لي هلا عن الالوان الموجوده فيه، عن الماتيريال اللي مصنعه منها، قديش هي حلوه وقد هي عن جد كثير بجوده عاليه. الجوده العاليه اكيد بنشوفها سماح لما تمسكيه للحاف بتلاقيه كثير طري، بتلاقي القطن فيه هيك غني فلافي هيك، انه بتحسي انه عن جد حابه تتغطي فيه قد ما انه مريح، معجعج فينا نقول نحن بلغتنا. الالوان كثير حلوه، الوان فرحيه مرحه صيفيه، مثل اذا الواحد بده يغير، بتعرفي انه بتعرفي في مواسم بالبيوت حابه تغيري فيها، سو هذا لون كثير صيفي، لون جديد فينا نحطه بغرف النوم بيسائب كل الغرف ما بتزهقي منه. والحلو اكثر من هيك انه عندك هون المورد وعندك الطرف الثاني من الحاف كمان سترايبس. انا بدي ورجيه هون للكاميرا، عم نحكي عن اللون هذا اللي هو جاي بالوان بالالوان الورود وبالديزاين تبع الورد، وهون عندك بديزاين المخطط بشكل مختلف تماما. يعني فيك سماح بهالسعر الكثير جيد انه كمان تغيري اللوك الغرفه مرتين، يعني بدل ما قطع صار 10 قطع. صح. طيب هلا نحن حنحكي عن القطعه الموجوده الثانيه اللي عندنا، مثل ما عم نشوف هون شكل مغري للنوم، مثل ما بيقولوا الدلال عم نحكي تنزلي بالتخت وتنامي. صح، هن عم نحكي عن ثلاث سايزات للمخدات الموجوده معنا، حنشوف كمان السايزات بالضبط كيف جايين على الشاشه هلا. السايز الاول اللي عم نشوفه مخده شوي كبيره واللي هي بمقاس 55 سنتيمتر ب 80 سنتيمتر، بيجي عدد 2. ايضا على المخده اللي اصغر شوي هي 50 سنتيمتر ب 75 سنتيمتر، ايضا عدد 2. وبيجينا اخر شيء المخدات اللي بنزين فيها التخت بسايز 40 سنتيمتر ب 40 سنتيمتر، ايضا عدد 2. احكي لي يعني هيك مخدات قد ايه مثل ما قلتي مغريه للنوم؟ صح، مغريه الوانهم اشكالهم المختلفه. بعدين غير هيك سماح قليله تلاقي انه انت طقم سرير فيه ثلاث انواع ديزاينات من مخدات، يعني بتلاقي عندك المخده اللي هون هي السترايب حلوه كمسند، حابه تحضري تي في، حد تتروقي تتدلعي، بتلاقي انه كثير مريحه، بتسندي على على البورد وبتحسي حالك كثير مرتاحه. هيدي اكيد شوفي شو نعمتها بالقطن قد ايه حلو، بتشهيك النوم. صح، اتمنى هيك ناعمه، بتحسي انه بترتاحي بالنوم.
ومقاسها حلو اكيد. بلس عندك هيدي اللي هي سكوير واللي هي فيها البرنت تبع الشرج الحاف، كمان بتعطيكي كيف بقول تلوين للست تبعك. يعني عن جد ثلاث مخدات وثلاث مقاسات بهيك طقم كثير كثير عن جد مميز. مزبوط بيرفكت. هلا حنحكي نحن كمان عن الشيء اللي كثير مهم، الشيء الاكسترا واللي كثير حبيته انا. نحن عندنا قطعتين لسه لازم نحكي عنهم، لازم نورجيهم اياهم هون. ونحن عم نحكي عن الشرشف والسكيرت، لكن قبل هلا بدنا نحكي عن مقاس الشرشف اللي نحن شايفينه هون معنا، حيطلع هلا ايضا على الشاشه. نحن عم نحكي عن الشرشف هو 274 سنتيمتر ب 259، اما تحت عندنا البيت سكيرت اللي هي الاكسسوار اللي جدا مهم ومميز بهالمجموعه، عم نحكي عن 200 سنتيمتر ب 200 سنتيمتر بارتفاع 33 سنتيمتر. احكي لي عن اهميه هالقطعتين وحتى عن الماتيريال المصنعين منها. كمان بتلاحظي الشرشف من القطن سماح، الكمان بيعطيك الملمس رائع. بعدين في شغله نسينا نقولها بالحاف، انه عندك الماده فيه بارده، يعني انه ما بتمتص المي. ونفس الشيء الشرشف معمول بطريقه انه ما بتمتص المي، كثير ناعم، واللون اللي هو الاوف وايت اللي بيمشي مع كل انواع، اذا حبت تتغير شوي في عندها اللون كمان بيمشي مع كل. والاحلى من هيك هي الباد سكيرت. عندك الباد سكيرت، الباد سكيرت كثير جميله، عطته غنى للطقم. وفوق هالشيء في سر لازم دائما نحن نقول لهم لربات البيوت، حتى ما يتحيروا اوقات اذا عندهم شيء مثلا بدهم يخبوه تحت التخت، او اذا مثلا نحن الاطفال وكذا حابين مثلا تنقول انه نحط اشياء تحت شنات التخت، شنات السفر العاب الاطفال، اوقات الغرف كثير بتكون صغيره وتتلبكي وما بدك تحطي الاشياء حتى مساحتها. بقى هيدي اول شيء بتعطي منظر جمالي للتخت، زائد انه فيك تحطي الاشياء فيها. واذا كان خاصه اذا عندك غرف ضيقه، فيك تستغلي المساحه تحت التخت وتخبيها بسكيرتي. بقى اي فيل انه كثير هيك غني هالشيء، عطى اطفاء حلو وغنيه للتخت. صح، عم نشوف عن جد يعني مجموعه كامله ومتكامله للتخت عندك، لتحصلي على اطلاله جديده، اطلاله كثير صيفيه بهاللون هذا اذا انت حاببتيه باللون الزهري، ورقمه 634001. ايضا فينا نحصل على نفس المجموعه اذا حابين لكن بلون مختلف، عم نرد نشوفه على الشاشه هلا. اللون الوردي قد ايه لون تفاصيله كثير حلوه وكثير هيك بفرفح للقلب، ونحن داخلين على صيفي. فصل الصيف yeah. هلا نحن عم نحكي عن المجموعه الثانيه المتكامله اللي فيها نفس التفاصيل بنفس العدد لكن جايه بلون مختلف واللي هو اللون الازرق. احكي لي على هذا اللون يعني. واحكي لي كيف السيده او الرجل فيهم يختاروا هذا اللون، ما يختاروا لون البينكي. اول شيء هذا لون لافت، يعني لون الازرق الفاتح، كمان لون صيفي، كمان عم بتجددي غرفه بطريقه انه سهله وسريعه ومتناوله للجميع، وكمان بالوان حلوه. هلا الحلو في هذا اللون سماح انه حلو ينحط بغرف الاولاد وحلو كثير بغرف الضيوف، لانه بغرف الضيوف بتحتاري اوقات شو بتحطي الالوان اللي بتلائمهم. سو انا بلاقي انه غرف الضيوف كثير حلو نحطه فيه، زائد انه ما بحيرك بالفرش، يعني اذا حابه تحطي مثلا برادي زرق فاتح او بيج فاتح، او حتى الكاربت تحطيها هيك بيج، بتعطيك كمان هيك فرح كمان بغرفتك. وما ننسى الاشياء اللي حكينا فيها قبل انه كيف عنا نستغل الديزاينين اثنين بقلب الحاف. هذا اللي بدنا نشوفه كمان أكيد. هون عنا الالوان مختلفه، كمان عنا هون وشين للحاف او الغطاء، قد ايه حلوين نحن شايفين هون باللون الازرق، اللون الورود الزرقاء مع اللون صح. البني، وايضا البيج الاوف وايت اللي بيلبق مع الشراشف والمخدات اللي عنا اياهم. ايضا عم نشوف هون كمان بالجهه الثانيه لما بنقلبه بنحصل على اطلاله مختلفه، كمان عم نشوف ثلاث تدرجات للالوان، اللون البني والازرق وحتى الكحلي، يعني متفننين أدق التفاصيل كمان حتى ما يحيروكي بالفرش سماح، يعني فيك تزيدي اي شيء عليه اكسسوارز من غير ما تتحيري. كمان عم نشوف ثلاث الوان مختلفه، هذا بيرجع تميز هذا المجموعه. هون عم نحكي عن اللون تماما، اذا قلبنا نحن للحاف صار عندك لوك جديد، على لوك جديد صح. يعني عم نحكي مو اطلاله واحده، كذا اطلاله مو 10 قطع صاروا 11 قطع، يعني مزبوط. عن جد. طب بكلمه اخيره، انا بدي اشوف هذا اللوك، انا شايفه لوك فنادق فخامه دلال، اذا السيده او الصبيه حابه تفطر بالمطبخ تفطر بالتخت وتتفرج ايضا على التخت فينا مش وتحضر تي في، قديش هي اطلاله كثير ملكيه لعروسين، مناسبه لهديه كثير حلوه كثير حلوه. ومثل ما قلتي اذا فينا نطل اطلاله تغيير لديكور منزلنا، تغيير بسعر كثير مناسب تنافسي، الوان مريحه،
صيفيه وتجديد مستمر، لانه عندك بالديزاين عندك اثنين، وعندك اشكال مخدات كثير مريحه فيك تستعمليها كديكور ككونفورت كراحه. بتشكرك كثير سماح على وجودك معنا وعلى النصائح اللي اعطيتينا اياها. انا حارجع اذكر مره ثانيه بالمجموعتين اللي نحن قدمناهم اليوم، واللي هن المجموعه الاولى باللون الوردي المؤلفه من 9 قطع من شركه دوفيل، وايضا هالتسع قطع بتقدروا تحصلوا عليها مره ثانيه ولكن باللون الازرق مثل ما شايفين على الشاشه، قطع متكامله بتقدري تحصلي فيها على سعر جدا تنافسي وهو 450 ريال سعودي. رقم المنتج اللي مقدمينه اليوم 634001. رح اترك لك الفرصه ورح اترك لك الفرصه لانكم تطلبوا المنتج هذا من خلال الارقام المخصصه لبلدكم. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.